شو مروان، امك طلقته لبيك ولا بعد عم تاخذ دواء الضغط؟ الست الوالده واقفه عنك شيء، اذا قعدت معك قليل رح تطلق بلا بم. بدك سكر ست كرمة؟ لا تسلم حبيبي، حطهم على الحساب. على البلا بم. هلا صار فينا نحكي. هيك شو بكي كل ما اجي لهون بلاقيكي حاملة كل هموم الدنيا على كتافك؟ حبيبتي انت حظك عاطل، ما بتجي الا بالوقت العاطل على هالبلد. انه هيني صار لي 5 سنين ما جيت وبعدها نفس المصايب ونفس المشاكل، لك حتى جوره برا على الطريق بعدها هي زيتها. ايه شو بده يتغير؟ حذاري اللي زارنا امبارح. مين؟ الاستاذ سامي. ليش طلع شاكك بشي؟ انا فكرته شاكك بشي، هبط لي قلبي. طلع جاي بده يشق على امه لفارس قال. بعدين شو بده يرمم البيت يعني؟ ما فهمت. شو فيها؟ كيف شو فيها يارا؟ معقول يقبل يعني؟ طيب مازال سامي مش شاكك بشي، بعدك مش مقريره تخبري فارس بالحقيقه؟ لك بك شيء، انت اكيد ما بدي خبره الحقيقه. انت بتعرفي اذا خبرته بتنقلب حياتي فوقني تحتاني. تخيلك اللي فينا مكفينا، بعدنا ماشيين، بعدنا ماشي حالنا يعني. معك حق، اصلا فارس شخص هني والكل بيحكي عنكم انه انتم احلى كوبي. الحمد لله. ما بدك تشوفي شو في جديد؟ انا اللي بدي اشوف، ناطرة على نار. حتى كرمة، هي مفاتيح بيت أهلك، بدكم شي تاني؟ لا باي. بدي ميرسي. باي باي. شوفي عودي البا، وين كنتي؟ ساعدت لينا بتعزيل بيت أهل الست كرمة. يلا على البيت لكان. يلا بلا بام، انت ليه هيك عم تتطلع؟ ترضاني تطلع اختها؟ ما فهمت شو بدك؟ شو بدك؟ زبط لي نظرها. ليك الاجل بوس لسه الايدها. ما تكبر الخصي براسي، انه اقسم بالله العظيم يا مروان ببتلي فيك. عم تفهم؟ يلا فرقة. جرب هيك تسيح نظرك مرة تانية، بركي بشل لك عيونها. ماشي ماشي.